السلام عليكم الإخوان، هذو ملح والجاد ديو 100,000 ديو 100,000 داك السيد اللي كان في الخوف داك الباكستاني هذاك باكستان ها هو 100,000 ريال. شوفوا تنزلوا ها خروف ديال 150 يورو ديال 200 يورو سيدي دير ليه 90,000 ريال. الله لا يحب هذا. مالنا على هذه الحالة ها؟ انظروا يا إخوان إلى هذه شادو على حوليات ولا خيرين تا الخرفان؟ شادو خرفان أحد؟ هذا ديول 450 الاورو، واحد ما طابع حتى شي. شي باغي نضربو حتى شي.